Hello everybody، أهلا مساء الخير. هل الصوت واضح؟ وهل الصورة واضحة؟ الصورة الخضراء، الشاشة الافتتاحية، ما فيش إلا صورة واحدة، صح؟ حلو، وكل شيء تمام. وعم بتشوفوا هنا السهم هون اللي عم بتحرك، عم بدور، صح؟ أوكي، طيب شكرا شكرا لحضوركم معنا والمشاركة في هذه الندوة مع شركة أوربكس للتداول. الكل يقول إنه هذا الأسبوع أهم أسبوع في هذا العام، لأنه عندنا قرار البنك المركزي الأمريكي اللي هو قرار يوم غد. فلو سمحتم، لو سمحتم بس اسمعوا، لأنه كثير مرات إحنا راح نتكلم لمدة ساعة، وبعد ثلث ساعة، بعد ربع ساعة الناس ما يكونوا بيركزوا، بيكونوا تعبانين. فلو سمحتم بس ركزوا على هذه الأمور، كثير مهمة، لأنه في كثير أشياء، في كثير تفاصيل، كثير أمور دقيقة لإلها أهمية. وليس فقط، أنا عارف إنه لما الناس يشوفوا المخططات ينسوا كل إشي ويركزوا على الإشي اللي عم بيشوفوه، وما يركزوا على الإشي اللي عم بيسمعوه. وفي كتير تفاصيل على إنه قرار يوم غد يختلف من قرار من القرارات اللي تعون نهاية الربع السنوي، وفي هناك اختلافات، وفي هناك نقاط كتير مهمة. فاهمين علي؟ طيب أوكي سيد مصطفى، أنا راح بس أروح إلى سؤالك، وراح أتناول وأجيب إلى سؤالك، كتير مهم. سؤالك عن الفيدرالي. فسيداتي وسادتي، شكرا مرة أخرى لحضوركم، وراح ندخل في بعض ال راح ندخل في العملات، ولكن خليني بس أعطيكم الملخص ولا مقدمة لماذا سأقوله بيوم غد، ولا عن بشأن يوم غد. هلأ البنك المركزي سيداتي وسادتي، القرار راح يطلع يعني في هذه في نفس الوقت، هذه الدقيقة، من بعد 24 ساعة من الآن، 24 ساعة من الآن، يعني الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أوكي، والآن السوق حوالي 80% من السوق، ولا 90% من السوق، يتوقع تخفيض الفائدة ب 25 نقطة مئوية. أوكي، ب 25 نقطة مئوية. هلأ في ناس يقولون إنه إذا بيعملوا إلا 25 داخلة في السوق، والسوق متوقعها، ولذلك لن تكون هذه التخفيض لن يكون كافي لتخفيض قيمة الدولار. وهل هذا يعني، اسمعوني منيح، هل هذا يعني إنه إذا بتشوفوا 25، لما تشوفوا cut at 25 basis point، إيش راح نسوي؟ راح نتشوفوا اليورو راح ينزل، وراح نتشوفوا الدولار يطلع مقابل الين، وبعدين إيش راح نسوي؟ راح تركضوا وراء الدولار، وراح تشتروه، راح تبيعوا اليورو دولار، راح تشتروا الاسترليني دولار. هلأ فالجزء الأول سيداتي وسادتي من قرار يوم غد له ثلاثة أجزاء. اصبروا معي الناس اللي بدهم اللي دخلوا على الندوة هذه من شان يشوفوا تشارتات، اصبروا معانا. الجزء الأول طبعا هو الإعلام، هو الإعلان الفائدة، وأنا أتوقع أنه راح يعملوا 25 نقطة مئوية، على الرغم من أنه كتبت مقال يوم الأسبوع اللي فات مع أوربكس، قلنا أنه توسعت وارتفعت احتمالات 50 نقطة، ولكن بعد ذلك، بعد ما كتبت هذاك المقال، إجاني بعد حوالي يومين، وإجا واحد عضو اسمه ويليامز من البنك المركزي، وقال لا لا أنا بس يعني، فحاول أنه يصلح الكلام اللي قاله، اللي أعطى مبرر توقعات 50، فصلح الكلام وقال 25. سيداتي وسادتي، لما تسمع واحد بيسمو حاله خبير، سواء أنا ولا سواء الناس تانيين، لما تسأله إيش راح يصير بكرة، لازم تسأله إيش، لازم تسألوه يميز بين إيش لازم يسوي وإيش تتوقع راح يسوي. أوكي، واللي بهمكم إنه إيش اللي بتوقع الخبير. فالجزء الأول هو مقدار الفائدة. الجزء الثاني سيداتي وسادتي هو
الجزء الثاني هو البيان الذي سيصدر في قرار البنك المركزي. أستاذ الصوت بينخفض ويرجع. كيف الصوت الآن سيد علي؟ كيف الصوت؟ كيف الصوت الآن؟ Please talk too close to the mic. كيف الصوت الآن يا سيد مصطفى؟ أوكي. طيب الجزء الثاني هو البيان. الجزء الثاني هو بيان اللي راح نوضح. هلأ الجزء الثاني اللي بيسمى البيان أصحابنا العرب ما بيحبوا هذا الجزء، لأنه هذا الجزء اسمه البيان، فيه فقرات وفيه كلمات وفيه جمل، وحتى الإنجليزي اللي بيفهموا الإنجليزي بدهم حوالي دقيقتين ولا مشان يلخص. ولذلك لما تيجينا لما تيجي السمري ولما يجي الملخص البيان، ملخص البيان يتم إرساله من عبر عدة جمل. وأهمية هذا البيان طبعا راحين يعطوا مبرر تخفيض الفائدة، فراحين يتكلموا وراحين أكيد راحين يقولوا إنه في هناك كتلات وفي هناك جهات من الاقتصاد التي تدخل في 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 انخفاض وتستاهل يعني تخفيض رفع الفائدة تخفيض الفائدة، ولكن في هناك كتلة الأولى ولا في هناك جهات وأقسام في من ال من ال من الاقتصاد مثل السوق الوظائف وإلى آخره التي هي جيدة. وطبعا زي النقطة إنه هم بيقولوا إنه لأنه ماذا يحدث في الاقتصاد العالمي، فنحن نريد أن ندخل في هذه التخفيضة كتخفيضة تأمينية وإلى آخره وإلى آخره. فلكن الجزء الثالث، في هناك أربع أجزاء سيداتي وسادتي. الجزء الأول هو مقدار تخفيض الفائدة، الجزء الثاني هو البيان اللي هو راح يكون مفتوح للترجمة، والجزء الثالث هو، اسمعوني منيح، الجزء الثالث هو مدى الاتفاق على القرار. إيش يعني؟ إذا هم راحين يعملوا 25 نقطة نقطة مئوية، فأكيد راح يكون في هناك عضوين ولا عضو ولا ثلاثة أعضاء اللي يمكن اللي راحين يتخالفون مع هذا القرار. هل فيه منهم اللي يمكن مش رايحين يتفقوا؟ أنا لا أعتقد أنه راح سيكون هناك عضو الذي سيخالف والذي يقول أنه العضو فلان وفلان أراد جعل الفائدة كما هي. أعتقد الخلاف سيأتي من الجهة الأخرى، وهالخلاف أنه يمكن في هناك عضو أو اثنين الذين يريدون أن يقولوا أنه الذين أرادوا إيش 50 نقطة مئوية. فهمت علي؟ بالصراحة لا أعتقد أنه سيكون هناك أي أعضاء الذين فضلوا الذين سيفضلون عدم تخفيض الفائدة بالمرة. السؤال سيأتي، هل سيكون هناك عضوين ولا واحد ولا ثلاثة الذين يريدون تخفيض 50 نقطة؟ إذا 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 سيكون هناك إذا بولارد، هذا اسمه بولارد سيداتي وسادتي، B-U-L-L-A-R-D، إذا هذا الأخ اللي متوقع أنه هو بيحب تخفيض الفائدة، إذا هو سيقول أنا إذا هو العضو الوحيد الذي يريد أن يعملون 50 نقطة، فلا أعتقد أنه هذا سيخفض الدولار كثير. إذا سيكون هناك عضو ثاني، إذا يكون هناك عضوين الذين أرادوا 50 نقطة، فأعتقد أنه هذا يمكن سيخفض سيخفض يعني الدولار. فهمت علي؟ اسمعني منيح لو سمحت. هذا الجزء الثالث، والجزء الرابع هو الذي سيأتي نصف ساعة بعد القرار، يعني 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت مكرمة، وهذا هو هذا اللي بيكون اللي سيكون كتير مهم. فهمت علي؟ هذا هو مؤتمر الصحفي لباول، وهذا فيه المؤتمر الذي سيدوم نصف ساعة، يتمثل يتقسم من 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 10 دقائق، من 5 دقائق خطاب ولا 10 دقائق خطاب، يتكلم عن ما وراء الأسباب لتخفيض الفائدة، وبعد ذلك السينوجيم والأسئلة والأجوبة. وهذا سيكون مهم لأنه اسمعوني منيح، في واحد بيقول لي نسبة تخفيض السيد علي، نسبة تخفيض 50 نقطة حسب توقعات السوق. أيوة بتقول لي إنه 21%. عزيزي مهدي، الشاشة ما في شاشة الآن، ما في تشارتات،
الآن في كلام بس، راح أدخل في الشارتات بعد قليل. هل هذا واضح السيد مهدي؟ هل هذا واضح؟ ما في تشارتات الآن، اسمعوني، بديش أحط تشارتات، بدي إياكم تسمعوني شو بتكلم وبعدين ندخل في تشارتات، لأنه اللي بقوله كتير مهم. فهمت علي؟ أصبروا، راح يجوا تشارت المخططات. طيب، لأنه اللي بقوله كتير مهم، على الأقل أنا بفكر إنه اللي بقوله مهم. طيب، لذلك أعتقد إنه إيش راح يصير إذا راحين يعملوا 25 نقطة مئوية، الدولار راح ينزل شوي وبعدين راح يرتفع شوي، وبعدين بعد ربع ساعة الدولار راح إيش راح يصير؟ الدولار راح يبقى راح يرجع إلى يمكن وين مكان، وبعدين بعد حوالي ثلث ساعة قبل بداية الخطاب أعتقد إنه باول سيسعى إلى شيء كتير مهم، والذي سيسعى له سيداتي وسادتي إنه أعتقد سيقول إنه سنفتح الطريق للمزيد من التخفيضات إذا كانت هناك حاجة. فهمت علي؟ وهذا اللي أعتقد إنه راح يصير. اسمعوني منيح، الآن يمكن نبدأ بمخطط الدولار، مؤشر الدولار، ولكن مش راح نبدأ فيه لأنه معظمكم لا يتداول الدولار، مؤشر الدولار. يمكن نتكلم عن اليورو دولار، اللي في ناس يقولون شكرا أشرف لمعلوماتك القيمة، ولكن أنا الصراحة هذا الإشي لا يهمني، وأنا لا ألومك إذا بتفكر هيك، أنا الإشي هذا لا يهمني لأنه أنا بس أروح مع التشارت والمخطط، وأنا لا ألومك. كم من واحد يفكر هيك؟ قولوا الصراحة، كم من واحد يفكر هيك؟ شكرا أشرف لمعلوماتك القيمة، لكن أنا أحترم الفنيات، والفنيات هي التي تقول لي ماذا أدخل وكيف أدخل، وهي وكل هذه الفن الأسس اللي بتقول لي إياها منطبقة في الفنيات. كم من واحد يفكر هيك؟ طيب شوفوا، إذا أنتم بتوافقوا هيك أنا بوافق. شوفوا يعني اليورو دولار إذا هذا ما هو دعم، إذا هذا ما هو دعم، وإذا هذا ما هو دعم، وإذا هذا ما يريد أن يحترم الدعم، فإذا ما وصلتك الفكرة هنا أعتقد أنه راح صعب أنه تجيك الفكرة. فهمت علي؟ وأيوة السمعة الشهرية سيد سامي. طيب ليش لا، خلينا نبدأ بالشهر وبعدين ندخل إلى الأسبوع وبعدين إلى اليوم. سيداتي وسادتي، أنا الآن أدخل في العملات مقابل الدولار، ولكن أهم شيء في أشياء تانية اللي راح أقول لكم عن الأسواق اللي أنا راح أدخل فيها، وأعتقد أنه لازم تدخلوا فيها على الرغم من مهما يعمله ويقوله الفيدرالي. أوكي؟ وراح أقولها بعد قليل. هذا الشهري، هل على الرغم من أنه تم كسر هذا الدعم، أعتقد أنه شو قلناها في مدرسة التحليل، كل ما يكون في هناك كسر تحت دعم اتجاهي إيش بيصير؟ تلفت الأنظار إلى اللو، إلى القاع، وهذه بتصير كتير مرات. أوكي؟ صارت كتير مرات. إيش بيصير؟ يعني هون شوفوا هالمثال، وهنا كان في هناك كسر في الدعم، trend line support، الدعم الاتجاهي، وبعد ما يصير كسره تنزل والسبورت بيجي هنا، واحد اثنين ثلاثة. هذه ظاهرة بتصير كتير. أول إشي بتركز على الدعم الاتجاهي، هنا يكسر بعدين يعمل سبورت مع هذا وهذا. بس في هنا الكوارترلي اللي هو الربع سنوي سيداتي وسادتي، أنا سيداتي وسادتي نقول لكم شوف، يعني في عندك هنا دعم ربع سنوي وربع سنوي، ولذلك سيداتي وسادتي أعتقد إنه أهم إشي ليس فقط الاتجاه، معرفة الاتجاه، ولكن أيضا إدارة المخاطر. إيش يعني إدارة المخاطر؟ إذا أنت الآن عم بتشوف اليورو دولار على 11.55، ولأن خلينا نقول الفيدرالي يعمل 25 نقطة مئوية واليورو دولار ينزل إلى 11.20، خلينا نقول إنه قبل الفيدرالي، قبل إعلان الفيدرالي، السوق على 11.55 يعني زي ما هو الآن، ولما يجي والآن إيش بيصير؟ إنه بعد ذلك
لما يخفضون الى 25، السوق يقول طيب عملوا 25 ما عملوا 50، فراح نعمل ريليف سيل اوف، يعني راح نعمل بيع في اليورو ولا شراء في الدولار، وخلينا ننزل اليورو لمده 20 30 بمقدار 20 30 نقطه لطالما يبدا الخطاب. فيمكن ينزل اليورو، اعتقد انه يمكن ينزل الى 11 20 ولا 11 30 ولا 11 20، لكن اعتقد انه دعم ال 10 90 وال 10 80 راح يكون كثير مهم سيداتي وسادتي. اوكي، الدعم هذا اللي هو 10 10 90 10 90 80 راح يكون كثير مهم. وهنا عندك شوي اللي بيسمى راوندد بوتوم ولا دعم مستدير، فهمت علي؟ الدعم هذا، فهذا يعني انه اعتقد انه سيكون هناك اي فرصه في الارتفاع في الدولار ستكون مؤقته، يعني ستكون فرصه مؤقته رخيصه لبيع الدولار ولا لشراء العملات. هل هذا مفهوم ام لا؟ هل هذا مفهوم ام لا؟ راح اقول مره اخرى، اعتقد انه اذا يكون في هناك فرصه، اذا اليورو راح ينزل الى 11 20 ولا 11 30، فيمكن في منكم راح يتحمس وراح يقول خلينا نبيع اليورو. اعتقد هذه ستكون فرصه لشراء اليورو، لانه بعدها سياتي في المؤتمر الصحفي باول، اسمعوني منيح وايش راح يقول، وباول راح ياتي ويقول انه على الرغم من انه عملنا 25 نقطه، وعلى الرغم من انه في هناك جهات واقسام وجهات في الاقتصاد الولايات المتحده اللي هي ما زالت قويه، ما زلنا نتوقع يمكن ولا ما زلنا جاهزين في حاله تدهور في الاقتصاد العالمي والاقتصاد وتاثير العالمي على الامريكي، وفي الحين سنخفض اسعار الفائده في شهر 9. هل سمعتوني ولا ما سمعتوني؟ لانه يبدو انا عم بتكلم والناس عم بيسالوني اسئله وهم ما عم بيسمعوا اللي عم بقوله. اذا هم يسمعوا نص الاسئله اللي عم تتساءل الان انا عم بتكلم عليها، هذا هو المشكله. عشان هيك انا ما بحب اسوي المخططات لما اتكلم. هلا السيد مصطفى سألني سؤال جيد، السيد مصطفى سألني سؤال جاوب، قال لي طيب يا السيد خالد شكرا للمكالمة، ولكن أنا الآن في ندوة، فلو سمحت اتصل فيا، أنا بعمل ندوة الآن، بث مباشر. شكرا شكرا، اتصل فيا بعد سنة، انا الان عم اسوي ندوة. اسمحوني، السيد شهاب سألني سؤال، قال لي طيب اشرف، يعني اي هبوط في اليورو بتشتريه؟ يمكن، ولكن هل شراء اليورو هي احسن صفقة ليوم غد؟ ديروا بالكم شوي، ديروا بالكم. السيد شهاب، اعتقد في شراء اليورو، اسمعوني منيح، اذا يكون هناك تخفيض 25 نقطة، أعتقد سيكون هناك نوعا من الهبوط في الأسواق. هل شراء اليورو مقابل الدولار أحسن عملة، أحسن صفقة؟ لا سيداتي وسادتي، لا. السيد سلوان عم بقرب، السيد سلوان بيقول إيش يعني هل شراء الين؟ إيش يعني شراء الين؟ يعني بتبيع الدولار مقابل الين. السيد العربي، هل نفس الكلام ينطبق على الذهب؟ السيد العربي، خليني ألخص لكم كل هذه الندوة. أحسن إشي أعتقد هو شراء الذهب، وأنا بقول لكم الصراحة، أنا اليوم اشتريت الذهب على 1422، أوكي، و1423. لماذا؟ اسمعوني منيح، اسمعوني منيح، انسوا العملات الآن، انسوا العملات، انسوا العملات الآن، واسمعوني. الذهب سيداتي وسادتي، إذا الفيدرالي راح يعمل 25 نقطة، يمكن سيكون هناك نوعا من الخيبة الأمل في العملات مقابل الدولار، والعملات هذه بتنزل شوي بتنزل شوي، ولأنه أنا عم بس ليش بتنزل؟ بتنزل لأنه يقولوا طيب خفضوا الفائدة، ولكن الاقتصاد الأمريكي ما زال شوي نوعا ما أقوى من العملات الأخرى، ولذلك العملات الأخرى يمكن ستنزل في خيبة الأمل إنه ما خفضوا 50 فستنزل، ولكن بعد ذلك راح يجي باول بعد نص ساعة ويقول ما زال نفتح الطريق للباب
لتخفيض الفائدة إذا جاءت الحاجة، فهمت علي؟ لكن الذهب غير. الذهب سيداتي وسادتي، الذهب إيش بيصير؟ غير. الذهب راح يقول، وأنا بقول لكم، أنا بقول لكم سيداتي وسادتي، إنه حتى يزووا 25 نقطة غصبا عنهم لازم يسووا 25 نقطة أخرى في شهر 9، وإذا ما يسووها في شهر 9 راح يعملوا 50. ولذلك مجرد تخفيض الفائدة الأمريكية إنك تزيل الفائدة، فائدة استثمار في السندات الأمريكية، ولذلك الدولار راح يطلع. فالسيد مهند بيقول لي ممكن نشوف 1550. شوف حبيبي، حبيبي مهند ولا خلف، شوف شوف الحلاوة هذا. شوف انت الذهب، انت بس شوف ايش الشارت عايز يقول لك. لما انت كنت شاري الذهب والذهب نزل في الشمعة هذه، اسمعوني منيح، لما انت شريت على 1433 ولا 32، فهمت علي؟ والدولار نزل، شوف 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 شوف، بس معلش تاخذوا ثانية، شوفوا ايش سوى الذهب. راح اخذ ثانية، اسمعوني، راح اخذ التليفون، راح بس اغير صفحة لو سمحتم، لو سمحتم دقيقة. شوف الذهب ايش عامل، اعطوني بس، اسمحوا لنا. حلو حلو، روعة. اسمحوا لنا بس. اوكي حلو، عاود نزيدها كمان مره. شوفوا انا سكرت صفقه في بيع الذهب على 431، راح ادخل كمان مره، لكن راح اعمل تيك بروفيت على 33، فهمت علي؟ مش راح اعمل اكثر من ذلك. اوكي فهمت علي؟ خلينا نعملها 34. اسمحوا لنا بس انه عم طيب شوف سيداتي، شوفوا انا نقول اذا الواحد يشتري الذهب الان ولا سكر الذهب على ربح، يمكن تدخل، بس لو سمحتم لو سمحتم لو سمحتم بحجم نوعا ما صغير، بس تسووا الهدف ولا تحقيق ولا جني الارباح، لو سمحتم ما تسووه اكثر من 1435 ولا 36. اذا بدك تتشاطر ولا بدك تتجرأ وتشد عضلاتك، لانه انت يعني جبار ورائع وعندك كثير كثير ثقه، فليش ايش بتسوي؟ بتفتح عده عقود، بتفتح عقد الان 1430، اوكي، وعده عقود، واحد على 31، واحد على 32، ولكن اخر واحد ولا اعلى دخول، اعلى دخول ما تسكره فوق 48 ولا 49. هل هذا مفهوم؟ شراء يا حبيبنا، شراء. اوكي ليش؟ لانه لما شفت الدائره هذه، اعتقد انه هذا يعطيك مجال، انه لا اريد ان اقول انه هذه متاكده، ولكن اريد ان اقول انه طالما انه عندك القمه هذه، القمه، السوق الان لا يعتبر في ذروه شرائيه، لا يعتبر زياده عن اللزوم، لا يعتبر اوفر بوت، لا يعتبر في ذروة شرائية، إلا إذا قرب على 1450. فهمتوا علي ولا ما فهمتوا؟ إذا أنتم ما عم بتجيبوني، ما عم بتجاوبوا، فأعتقد إنه أنتم مشغولين الآن، عم بتدخلوا صفقات، صح ولا صح؟ خذوا وقتكم. طيب أنا معك، فهمت ماذا يعني هذا للدولار يا سيد قران. بتقول لي شو يعني الدولار؟ إيش يعني ماذا يعني للدولار، اليوم ولا امبارح ولا بكرة؟ أيوة، ستوب لوز، خليك لحالك، أنا وياك والزمن قصير، اشتري وبعدين ولا بتعرفني ولا بعرفك. طيب شوف، ستوب لوس عزيزي، اسمعني، شوف ستوب لوس، إذا أنت بتدخل بمدى متحكم، بمقدار غير جنوني،
السب بلس ما بتهم. بس اذا انا فيني اجاوبك، انا بقول لك انا شاري للذهب، حتى عندي حتى شراء على 1448 وعندي شراء هون، لكن هذا شكله حلو. ليش؟ لانه عندك اول شيء، شوف مشان اجاوبك، ستوب لوس اي هبوط تحت ألف، يعني طالما انه ما بننزل تحت 1387، اسمعني كمان مره اخرى، خليك من ستوب لوس الان، طالما انه ما بتنزل تحت 1387 ما في خطر للهبوط ولا للكسر الى كثير كثير الى شيء يعني يعني خطير. انا مش راح اقول لك اعمل ستوب لوس على 1413، ليش؟ لانه هذا له معنى تافه، ما له معنى. ليش اقول لك تسوي 1413؟ ليش؟ ليش اقول لك انه راح تعمل ستوب على 1413؟ ستوب لوس يعتمد على قوه تحكم الخساره في حسابك انت مش حسابي انا، وذلك يعتمد على النسبه، الحجب النسبي، يعني حجب العقد مقسوم على حجم الحساب والمارجن اللي غير مستعمل. ليش بقول لك انه ما تسوي ستوب على 410؟ لانه السوق حتى اذا راح ينزل هنا 1402، حتى هذا دعم. فهمت علي؟ السيد سامي، طيب هما بيقول لك هي من اسهل شيء، بيقول لك اشتري في اتجاه صاعد. طيب بس هذا مش اهم شيء، لانه ايش يعني اتجاه صاعد؟ ايش يعني اتجاه صاعد؟ من هون لهون هذا صاعد، بس اذا انت شريت هون وبتحط 4 ساعات، هذا اتجاه نازل، بس انت شريت على دعم. فهمتوا علي؟ الفكره الكبرى سيداتي وسادتي، اذا في شيء لازم يعني تشتريه هو الذهب. فهمت علي؟ فهمت يعني. بس لكن حتى اذا السوق راح ينزل، يعني هون عندك الكونسوليديشن ولا الفلاج ولا العلم ولا اللي بدك اياه، اوكي، ولا الرايه، فهمت؟ يا بتربط هدول ولا بتربط هدول ولا بتربط هدول، اللي بدك اياه. السوق راح يطلع، السوق بده يطلع الى، يعني شو هذا الشهري، والسوق نقول لكم انه لازم العام هذا، يعني لا اريد ان اتكلم بالطريقه هاي اللي بتقول الطريقه التوجهيه، ولا الطريقه اللي بتحب تقول انه اشرف يعني والله بيعرف السوق وعنده ثقه رائعه لا، لكن اعتقد انه في هناك احتمال كبير كبير عالي انه لازم نشوف على الاقل 1530 في العام هذا. اوكي طيب سيداتي وسادتي، لانه الذهب مقسومة على الفضة، هذا الشارت اللي سويناه مع أوربكس سيداتي وسادتي، لأنه الذهب، اسمعوني منيح، لأنه الذهب مقسومة على الفضة، عمل هذا الذهب مقسومة على الفضة عمل هبوط مثل ذلك، وفي الأصاي في الأرساي الأسبوعي واليومي عمل هبوط مثل ذلك. التاريخ يقول لك أنه كل ما الذهب مقسومة على الفضة يعمل هذا الشيء، اوكي، هذا يقول انه الفضه لازم يطلع اكثر. اوكي، وانا عارف انه انتم ما بتحبوا الفضه لانه غالي كتير، مش زي الذهب، الذهب حلو ورخيص وبتحرك، لكن الاشي هذا اللي بيصير سيداتي وسادتي، انه الفضه يقول لك انه لازم نشوف المشكله مع الفضه انه هو غالي. فاذا انت تدخل بصفقة وبتعمل لك مصاري، وصفقة تانية بتعمل مصاري، بعدين بتقول والله هذا رائع هذا الفضة، وبتحط نص حسابك هناك، أي تنفس لما بتنزل راح ينفجر في وجهك إذا ما بتعرف تدير المارجن. ولكن أعتقد إنه لازم نشوف 17 و20. أوكي يعني هنا كان عندنا الفضة هنا السيلفر، وذكرني سيد مصطفى انه ضرب الهدف 16 20 تاع اول يويو، وهون كان عندنا الفضه، عندنا كل الشرح هنا بالتفسير باللغه العربيه، اوكي، وعندنا كمان التفسير في الداو في الصفقه اللي دخلنا عليها في 16 يوليو من حوالي اسبوعين، اوكي، كل التفاصيل هنا باللغه العربيه،
وبعنا الداو سيداتي وسادتي على 27320 27320، واليوم الداو على وين الداو؟ الداو على 27200. راح نرجع للداو بعد قليل سيداتي وسادتي، بس خلينا بالعملات. سيداتي وسادتي، فكرة ان الفائدة، بدت الأسئلة، يا ساتر. اوكي، راح نضلنا هون للساعة 12 الصبح، 12 الليل. ماذا يعني الذهب مقسوم على الفضة؟ السيد أحمد، الذهب مقسوم على الفضة، هذا هو الإشي. يعني مش الذهب مقابل الدولار، ولكن الذهب مقسوم على الفضة. يعني بتأخذ، يعني كم، شوف، الذهب مقابل الدولار، يعني بتاخذ الذهب اللي هو 1420 مقسومه على الفضه مقسومه على 16 وحاجه، بتعطيك 86. فهمت علي؟ رياضيات يا عزيزي، رياضيات. لما هذا ينزل، لما الذهب مقسوم على الفضه، لما هذا الاشي ينزل، يعني الذهب عم بينزل نسبيا مقابل الفضه، ولا الفضه عم بيرتفع مقابل الذهب. فهمت علي؟ ولما تشوف الفنيات هذه، انه هذا النسبه، هذه الريشيو عم تنزل، يعني الذهب اللي انتم مفكرينه ابضاي ورائع عم بينزل مقابل اشي تاني اسمه الفضة. يعني اذا في هناك قوة في الذهب، الفضة عم بتقوى اكتر. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ولذلك اقول انه اذا بتاخذ الفنيات لهذه العلاقة، اوكي، الريشيو هذا، انه هذا يقول لك انه كل ما صرنا اشي زي هيك من خلال الـ RSI هنا وهنا، المؤشر القوة النسبية هنا وهنا وهنا، كل ما لمسنا هذا وهل ما لمسناه بهذه الطريقة، عاود ينزل بطريقة حادة، يعني الذهب عاود، يعني الفضة طلع. فهمت علي؟ خلينا بس الآن يعني بنرجع، لأنه هذا الفضة ما بحب أتكلم عليها كثير، لأنه ربعكم، ولا بس ربعكم، مهتمين بالأشياء هاي. مهدي الشامي راح، سأل سؤال وراح، خلاص. هل ممكن أن يفاجئ الفيدرالي بعدم التخفيض؟ سؤال جيد يا عزيزي. لا لا لا، السيد مهدي اسمعني منيح، سمعني، أنت هون سمعني، أنت أوفلاين ولا أونلاين؟ لأنه قالوا عليك أنك أوفلاين، إذا بتسأل سؤال وبتروح خلاص مش راح أجاوب، فبس ذكرني إذا أنت هون. سيد مهدي، لا أريد أن أقول الكلمة مستحيل، لكن أعتقد إنه مستحيل الفيدرالي راح يخفض الفائدة، أوكي؟ إذا يخفضون الفائدة، السوق راح ينزل بشدة، وبعد بكرة ولا بعد نهاية بالشهر الجاي راح يرجعون. فهمت علي؟ فمش راحين يخفض، لازم يخفضوها. هلا اسمعوني منيح، لا أعتقد إنه راحين يخفضوا 50، لأنه كما قلت، لا خلاص مش راح أعيد الكلام، تكلمنا على كل الكلام هذا. طيب، ماذا عن الاسترليني؟ راح نرجع للاسترليني. يا ريت اشرف لو تخبرنا عن الجيني الاسترليني، راح نروح على الاسترليني بعد قليل. بليز ليتس توك. طيب استرليني، وي جونا توك اباوت الاسترليني، لو سمحتم، لو سمحتم، اوكي. بس قبل ما نروح للاسترليني، اريد ان ادخل في صفقة اللي دخلنا فيها يوم الخميس. شو هي الصفقة؟ شو هي الصفقة؟ ولا أريد أن أتكلم عليها فقط لأنه كانت صفقة ناجحة، وأريد أن أستعرض العضلات قدامكم، لكن الصراحة لما كنت محتار اليوم الخميس، اسمعوني منيح، لما كنت محتار يوم الخميس قبل قرار البنك المركزي ودخلنا فيها، هذه عندها فنيات وعندها أساسيات. اسمعوني منيح، أنا بقول لكم ليش لساتها، واللي ما دخل فيها يمكن فيه أمل إنكم تدخلوا فيها أكتر. فهمتوا علي؟ إحنا هون بدنا نعمل مصاري، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ بدنا نعمل مصاري في نهاية اليوم، بدناش نتفلسف على بعضنا بعض، صح ولا صح؟ خلاص بكفي نتكلم على ترامب وهذا الكلام، هذا الفضائيات اللي عندهم 50 دقيقة بتفلسفوا. احنا الان عندنا 20 دقيقة الان بدنا نتكلم فيها كيف نعمل مصاري. فاسمعوني، طيب شوف، اليورو النيوزيلندي ليش دخلت فيه؟ لأنه راح بس نتكلم لمدة قصيرة على الماضي، وراح ندخل في المستقبل إن شاء الله. شوفوا، يوم الخميس قبل الفيدرالي،
دخلنا في اليورو نيوزيلندي 25 يوليو وقلنا نشتري على 56 50، قلنا هاي طلعناها نص ساعة قبل قرار البنك المركزي الأوروبي الذي أدى إلى هبوط في اليورو وبعد ذلك إلى ارتفاع. لا أريد أن أتكلم في الباوتا، ولكن الملخص كما يلي، اسمعوني في الملخص. الملخص سيداتي وسادتي هو شراء، كان شراء اليورو مقابل النيوزيلندي. سأدخل في الشرح التفسير الأساسي للتحليل الأساسي وبعد ذلك في الشرح والتفسير على التحليل الفني. هل أنتم جاهزين ولا لا؟ في واحد بيقول لي احنا مش جاهزين. طيب اذا مش جاهزين روح روح واطلع واطلع من الندوة. اوكي طيب we need to talk about indices. طيب يا سيد مصطفى والله طول بقى. لازم نتكلم على الاندسز لو سمحتم. شوفوا النيوزيلندي انتم عارفين ايش بيصير، هو ينزل النيوزيلندي ينزل ايش بيصير لما الاسواق بتنزل صح، لانه عمله ذو الفائده العاليه، فالنيوزيلندي والاسترالي ينزل لما الاسواق بتنزل. اوكي اليورو اشتريته لانه كان كتير رخيص. المبرر الفني باللغه العربيه كان هون. وشو هو المبرر؟ المبرر سيداتي وسارتي انه كان عندك على اليورو نيوزيلندي على الديلي، ندخل في شراء اليورو مقابل النيوزيلندي، نعتبر مجال تخفيض الفائدة في نيوزيلندا أوسع من تخفيض في منطقة اليورو. مالت توقعات السوق لتخفيض الفائدة النيوزيلندي من تخفيض واحد إلى مرتين في هذا العام في الشهر الحالي والشهر القادم. نتوقع نيوزيلندي أن يواصل في تخفيض العملة عبر السياسة الشفهية. إيش هي الشفهية؟ يعني يجي البنك المركزي ويقول إحنا مش عاجبنا العملة القوية بدنا لازمها تنزل. هذه السياسة، السياسة الشفهية، سياسة الكلام، تدخل في الكلام. فهمت علي؟ ولاحظ القيعان المرتفعة على مؤشر الار اس اي، اللي ما يحب يدخل في التأثير في الفنية في في الأسس والفائدة وما يحب يفهم الأشياء هاي ومش عاول يعمل مجهود. دخلنا فيها لما كنا شو شو هذا. طيب وهذا 66 40 وهذا الأسبوعي. هذا ده سيداتي وساري دخلنا في 66 50 في 25 يوليو. وين السوق الآن؟ 68 60. يعني باللغة العربية كم هذه من نقطة؟ نقطة. شو الهاي كان اليوم؟ شو الهاي؟ كان 68 80. يعني باللغة العربية كان 230 نقطة. طيب بكفي استعراض وبكفي أشياء زي هيك، بس خلينا نقول لكم ليش أنا دخلت فيها. لأنه قلنا إنه أول شيء اليورو مقابل كل العملات كان رخيص، ولكن لماذا أخترت النيوزيلندي؟ لأنه كنت أكيد أكيد إنه البنك المركزي مش رايحين يخفضوا يوم الخميس، البنك المركزي الأوروبي مش رايحين يخفضوا، ولذلك بدنا نشتري العملة اليورو مقابل عملة اللي بتتأثر سلبيا لما الأسواق بتنزل. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ طيب فنيا والحمد لله بعد ما شرينا يعني بالقاع، شرينا بالقاع وبعدين طلع. الآن هل في هناك المزيد؟ بديش أتفلسف عليكم على الأسس، خلينا نقول من حيث الفنيات هل في هناك، المزيد؟ بس من خلال الفنيات اللي أنا بشوفها هل في هناك المزيد؟ شوف بس خلينا يعني نبسط الأمور. عندك هنا قاع، عندك قاع نوعا ما كتفين ورأس. يعني لا أريد أن أتكلم فيه كثير، لكن كتفين ورأس، لكن أعتقد أنه في هناك احتمال أنه بنرجع له. هلا اسمعوني مليح لو سمحتم، اسمعوني مليح. ليش ما زلت أحث في الدخول في هذه في هذا الزوج قبل أن أكمل الفكرة، أكمل الفكرة. يمكن تسألوني طيب والله أشرف أنا عندي قصة حب كتير كتير سيئة مع اليورو، هل في أشتري عملة أخرى مقابل النيوزيلندي؟ سؤال جيد، ذكروني بسؤال يمكن في أخرى، ولكن 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 اسمعوني. أنا أعتقد أنه لأنه الفيدرالي راح يعمل إلا 25، إيش راح يصير؟ هل هذا سيكون جيد للسوق البورصات أم لا؟ جاوبوني. س...
برافو عليك سيد طارق. لا يا لا يا سيد، لا يا سيد سامي، ليش هيك؟ ليش بوظتها؟ لا يا سيد سلوان، لا بوظتها ليش؟ شوفوا أنا بعطيكم رأيي، بديش أفرض رأيي عليكم، ولكن أنا أقول سيداتي وسادتي، هلا عيسى كيف الحال؟ هاي زمان ما شفناك، فكرت هربت يا أخي من اللي آخر مرة حكينا بشهر 2 و3، خلاص ما عاد سمعناك. شوف الفيدرالي طبعا كل ما يخفض الفائدة كل ما يساعد الأسواق المالية. إذا السوق متوقع 25 وراح يعمل 25، أعتقد إنه يمكن سيكون هناك تحرك ولف ودوران، ولكن السوق بده ينزل. وأما مدى الهبوط في السوق، مدى الهبوط يعني مش راح يكون شيء جديد، السوق راح يعطيه الفيدرالي لإشي متوقعه. إذا ما يفتح الشباك والباب وكله وما يعطيهم إشارة إنه راح يخفضون أقدر في آخر المؤتمر، السوق راح ينزل. وإذا السوق راح ينزل يمكن تبيعوا النيوزيلندي ولا تشتروا الين. ففيكم، فيك تشتري، فيك تبيع النيوزيلندي مقابل الين، صح؟ فيك تشتري تبيع النيوزيلندي مقابل الين. المشكلة مع ذلك سيداتي وسادتي إنه، اسمعوني منيح، إنه صح صار في هبوط، لكن صار في هبوط، ولكن ديروا بالكم، لأنه أنا أعتقد أن اليورو أرخص من النيوزيلندي، من الين، ولذلك أعتقد في هناك more upside. فهمتوا علي؟ more ارتفاع، ولا هذه قصة يعني reward to risk. فهمت علي؟ فلذلك إذا أنتم تدخلوا في اليورو اليورو النيوزيلندي ادخلوا فيه، لكن ادخلوا بطريقة صغيرة بس ولا تعملوا عدة عقود، لكن ما تخطروا كتير. فهمت علي؟ الاسترليني إذا أنت إيجابي وأنت متفائل في الدولار، في الذهب، فأعتقد في هناك لازم يكون في هناك تشاؤم في هذا، في الدولار مقابل الين، لأنه يقترح لنا الدولار مقابل الين، يقترح لنا نوع من الدبل طب. وأعتقد أنه السوق بده يروح على الأقل إلى 108 ولا 107.90. فهمت علي؟ اسمعوني، هلا هذا بده تفسير اكثر. الدولار مقابل الين شوي معقد، لكن بس هذه هي الفكره، السرديني مقابل الدولار. في هناك تكلمت انه في هناك اسباب اخرى ليش يعني نزل السرديني بشده يوم امس، ما مش الا مع بوريس جونسون، ولكن اعتقد انه الاشي اللي عم بيسويه السوق. اوكي خليني بس اعطيكم، انا مش راح اتداول الاسترليني. كان عندنا صفقه وضربت ستوب، شوفوا كان عندنا صفقه ضربت ستوب، حركنا ستوب وبعدين انضرب، فمش راح اقرب الاسترليني. ولكن اسمعوني منيح، الاسترليني الحركات ليس في الاسترليني مقابل الدولار، ولكن كل الاكشن هنا، كل الاكشن هنا. والاكشن سيداتي وسادتي انه ليش كان في عده اسباب ليش الاسترليني نزل كثير، لانه اليورو مقابل الاسترليني التحكم يعني كتلة الكبيرة في سوق الفوركس هي في لندن، والسوق كان ناوي يعمل تيستينج لها تريبل توب، فهمت؟ لها السقف. فالسوق كان يحب يشتري اليورو مقابل الاسترليني، مقابل الاسترليني، لأنه هذه الناس، لأنه زوج اليورو الاسترليني من أكبر الأزواج يعني في الفوركس. وفعلا كسروا، ولما كسروا شفنا اليورو طلع مقابل كثير عملات، ولكن طبعا استرليني نزل مقابل كل العملات، ولكن طبعا نزل اكثر مع مقابل اليورو. الان اعتقد انه يمكن في هناك مجال للمزيد في اليورو مقابل الاسترليني لاختبار النقطة هذه. هذا يعني المزيد من الهبوط في الاسترليني مقابل عدة عملات، وايضا مقابل الدولار، ولكن الهبوط في الاسترليني مقابل الدولار سيكون نسبيا اقل. مش عيد اللي قلته، الهبوط في الاسترليني مقابل الدولار راح يكون نسبيا اقل نسبيا، يعني نقول بين 3% ل 4%. هنا ايوه السيد عبد الرحيم، شكرا على سؤالك. شوف الباوند مقابل الفوتسي، الباوند مقابل الفوتسي راح نتكلم، لا ما في اتكلم على
تعال ذا ان اف بي، الان اف بي البيانات الوظائف يوم الجمعه، عندنا شيء اهم من ذلك وهو يوم الاربعاء. الجمعه بيجي بتشوفوا بالفيديو مع اوربكس ونتكلم عليها، اوكي؟ مش راح نخلط شعبان مع رمضان واحنا عندنا 10 دقائق. خلينا نتكلم ايش راح يصير بكره، نتكلم على ايش راح يصير بيوم الجمعه، بكره راح يكون اهم شيء. طيب شوف عندك هنا 21.50، شوف القيعان هنا عندك، يعني هذا 21 كان قاع، على الرغم من انه شفنا قصر داخلي ولا انترا داي ولا انترا ويك ديكلاين، لسه السوق متمسك بهذه المستويات. السيد سام حيدر: Do you think there was a pullback in gold if the Fed was less dovish than expected? سؤال جيد سهل ورائع. السيد سام حيدر بيقول انه هل تتوقع، انا قلت على الكلام، انا اعطيتك الاجابه السيد سام من قبل في اول الندوه. ايش قلت يا سيد سام؟ قلت اي هبوط في العملات مقابل الدولار، واي هبوط في الذهب مقابل الدولار الذي سياتي نتيجه لتخفيض صغير يعني 25 او تلميحات من البنك المركزي الأمريكي، تلميحات غير لينة أو غير مؤشرة للمزيد من التخفيض للفائدة، فأي هبوط في الذهب أو في العملات مقابل ذلك نتيجة لما قلته الآن يعتبر فرصة لشراء هذه الأشياء التي ذكرتها، وهي العملات التي غير الدولار. ولكن إذا في الخيار مين هي اللي بفضلها؟ زي ما قلت لك يا سيد سام، الذهب وأعتقد يمكن اليورو مقابل الدولار. إذا اليورو راح ينزل إلى دولار و11 10 ولا دولار و11 صفر صفر، أشتريه مقابل الدولار، فهمت علي؟ ولكن أشتري اليورو مقابل النيوزيلندي، فهمت علي؟ اسمعوني منيح، إذا الأسواق بتنزل لأنه هي خيبة الأمل، مخيبة الأمل، لانه ما يكون كثير دوبش، يعني ما يتكلم بطريقه اللي بتقترح المزيد من التخفيضات. سؤال جيد السيد سام، اوكي، فايش بتسوي؟ بتشتروا اليورو مقابل النيوزيلندي ولا تبيعوا النيوزيلندي مقابل الين وتنتهزون هبوط مؤقت في الذهب لشراء الذهب؟ هل هذا واضح؟ شكرا على أسئلتكم الرائعة. طيب استنى شوي، ايش في، اسف عندي مشكلة في النت. طيب اين هدف الباوند دولار الهبوط 120؟ شوف السيد علي، خليني اجاوبكم على الاسترليني بطريقة اخرى. هل اتوقع دولار، يعني في اجيبكم الأسئلة اذا بيصير هارد بريكزيت والى اخره والى اخره، ولكن ماذا نتوقع؟ هل أتوقع دولار و17؟ أعتقد أنه بس 20% أشوف دولار و17. هل أتوقع دولار و14 ولا تحت دولار و14؟ لا أتوقع ذلك، يعني لا أتوقع ذلك. أوكي، خلينا نروح في الشهري. ماذا عن الدولار الين؟ السيد محمود دياب، السيد محمود انا تكلمت على الدولار الين من حوالي ربع ساعه، متاسف مش راح ادخل فيه، اوكي، مره اخرى تكلمت عليه. اذا الواحد اجانا متاخر فهذا مش منيح للناس اللي كانوا يستنوا لمده 40 دقيقه. تكلمت على الدولار مقابل الين وقلت انه لازم ينزل على الاقل على 107.90، اوكي، 107.90 ان شاء الله. ايش كمان بدنا نتكلم؟ الاندسس، شوفوا على الداكس، شوفوا الشارت اللي قلتها هذه لو سمحتم، شوفوا عملنا إشي بالانجليزي وراح اتكلم عليه الان. مين اللي شافها الهوت شارت؟ مين اللي شافها؟ ليش بتسالني يا سيد ابراهيم على الاسترليني؟ مش انا تكلمت الان على الاسترليني لمده حوالي 5 دقائق يا سيد ابراهيم؟ ليش بتسالني كمان مره على الاسترليني؟ حرام عليكم يعني. اوكي طيب،
الداكس في هنا كتفين ورأس، كتفين ورأس اللي تحقق، كتفين ورأس منعكس اللي تحقق. الكتف الرأس، الكتف الرأس الكتف، والمسافة بين الرأس وبين العنق تحققت إلى 12650 12700. وبعد ذلك هذا الرأس، هذا الهدف تحول إلى رأس، وهون عندك كتف رأس، كتف رأس. هل هذا مفهوم أم لا؟ سيداتي وسادتي. طيب سيد إبراهيم اسمح لي، قال لي cause you didn't finish the point. طيب سيد إبراهيم متأسف، شكرا. طيب متأسف. طيب السيد إبراهيم قال لي ممكن تتواصل على الاسترليني لأنك ما خلصت الفكرة. طيب السيد إبراهيم أنا بقول لك إيش عم بسوي. بعد ما ضربت ستوب للمشتركين، إيش سويت اليوم للاسترليني؟ أنا لسه عندي عقود شراء على دولار و24 ودولار و25 على خسارة، والحساب بتاعي ما زال متحمل الخسارة. عندي حوالي 12 ولا 10 عقود شراء. فإيش عم بسوي؟ عم بدخل في عقود هج بيع، أربع عقود، ثلاثة عقود، خمسة عقود، يعني أقل من فهمت علي؟ يعني إذا عندي حوالي 12 عقد شراء بدخل ب 5 لوت أبيع وآخذ 15 نقطة، فهمت علي؟ وكيف أعملها؟ بديت أبيع اليوم على 21.80، 21.70، 21.60، وأروح أسكر، وأروح أسكر، فهمت علي؟ هل هذا مفهوم؟ الآن إذا بتسألني إيش راح يصير بكرة؟ عزيزي لا أعتقد أنه خيار الإسترليني هو اللعب، أحسن لعب لانتهاز أي 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 ضعف في الدولار. هل الإسترليني أحسن عملة لانتهاز أي قوة في الدولار؟ هذه يمكن. إيش يعني قوة في الدولار؟ إذا يعملوا 25 نقطة مئوية وقبل القرار، خلينا نشوف الاسترليني كان على 21.80 ولا 21.90 ولا 21، يعني هنا يعني near the high. فيستحسن انه اذا بيعملوا 25 نقطه تدخلوا بطريقه صغيره وتبيعوا الاسترليني مقابل الدولار. فهمت علي؟ go back up. نعم اتوقع ارتفاع الاسترليني قبل البريكزيت، قبل تاريخ 31، فهمت علي؟ لكن لا أقدر أتكلم بطريقة ذو ثقة عالية، لأنه في كتير 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 من النقاط اللي تداخل فيها، داخل فيها إيرلندا، داخل فيها المنطقة الأوروبية، داخل فيها وداخل فيها إشي ثالث، داخل فيها إشي ثالث. في هناك احتمال 70%، اسمعوني، 70% إنه سيكون في هناك انتخابات جديدة قبل نهاية العام الميلادي الجاري. لازم تصير election. ليش؟ لأنه الأكثرية الحزب المحافظين نزلت من 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 6 إلى 1. سيد مصطفى سو بيستولي تقرين شو في سؤال أخرى؟ طبعا أقصد المستوى اللي يعتد على حضرتك. لا أتوقع رح نشوف دولار و10. السيد بشار إيش كمان؟ مرة أخرى أرجوك، إيش هي تامر؟ شو سؤالك مرة أخرى؟ عم بيقول لي إذا واحد بيقول لي أرجوك. سيد تامر ممكن تعيد سؤالك لو سمحت. الداو. أوكي طيب شوف عزيزي خلينا بس نرجع. اسمع الكتفين والرأس الداكس، إذا هذا الكتفين والرأس راح يتحقق فأعتقد لازم نشوف 11800، فهمت علي؟ ليش؟ لأنه إحنا قلناها هنا، قلناها في أبريل، قلنا إنه الداكس راح يروح إلى 12700، للأسف ما دخلنا فيها. قلناها من حوالي 12، وقلناها بالفيديوهات باللغة العربية في أبريل 12700. الآن اسمعني منيح، يعني معظم الأوقات الكتفين والرأس يشتغل معاي. الوقت المهم اللي ما اشتغل معاي واللي ضرب الخسارة كان مع الفوتسي من حوالي شهر، ولكن هنا عندك الكتفين والرأس. الفرق بين 11600
و11 و12200 600 600 على 12200 تعطيك حوالي 12800، راح ل 12655 مور اور ليس. الان هل هذا كتفين وراس؟ يمكن كتفين وراس، عندك كتف عندك راس عندك كتف. الفرق بين 12600 والعنق 12300 ايش يعني؟ 12300 و12600 نقول 300، 300 ناقص 12300 ايش بالعربي؟ تعطيك 12000 ولا 11900 يعني هنا. يعني خلينا نقول بطريقة متحفظة، هنا هنا خلينا نقول هنا، فهمت؟ السوق الآن على 12100، إيش يعني؟ هل يعني راح تبيع كل أموالك وراح تستعير كل مصاريك من البنك وتعمل شورت على الداكس؟ لا، ما تسويها. إيش بتسوي؟ في هناك فرصة للشراء في الداكس بين 12100 و120، ولكن مش راح تكون أكثر من 12170 ولا 180، ولكن لازم تدخل في بيع ذكي بشوي شوي، كل 20 30 مقطع بتسكر وتفتح تسكر تفتح، ولما توصل إلى 12000 هناك تدير بالك وتصغر العقود. وآخر هدف لازم يكون 11900. وصلتك الفكرة أم لا؟ الداكس هذه أصعب إشي، لأنه على الرغم من أنه عندنا عقد بائع رابح، دخلنا إحنا على 27300، شايفين؟ أعتقد أنه هذا ثقة في هذا الملعون، هذا الداو، لأنه بحب الدعم. وأعتقد أنه يمكن سنرى هبوط إذا يعملوا 25 نقطة مئوية بس، وإذا اليوم نتائج آبل، اليوم نتائج آبل بعد الجرس، إذا ما بتكون كثير جيدة، أعتقد أن السوق يريد أن يعمل ريتست والاختبار إلى 27200 و250. إيش يعني؟ لما نوصل إلى 27000 خلاص سكروا الشورتس، سكروا الشورتس وركزوا البيع على الداكس. فهمتوا علي؟ أنا أتوقع. طيب، so you do not، لا سيد أحمد، أنا لا أنصح في الدخول ولا في المغامرة مع الأسترليني، لأنه أعطيتك أربعة ولا خمسة أسواق اللي فيهم الفائدة، فلا تروح بتغامر لي بتضيع لي مصاريك مع إذا بدك تروح بالأسترليني روح على الكازينو أحسن لك، فهمت علي؟ الاسترليني بده اشياء معقده، ويعتمد الان صار يعتمد على عده عوامل. فهمت علي يا سيد احمد؟ يا اخي ان عندك 50000 زوج، عندك 25 زوج بتتداول فيه، عندك ذهب، عندك فضه، عندك يورو، عندك ين، ليش بدك تغامر في الاسترليني مع الدولار؟ إذا بدك تغامر وتفكر إنه هل رخيص ويستحسن شراؤه الآن، يمكن تعملها، بس أعتقد دير بالك في كثير كثير من العوامل. فهمت علي؟ أنت شريته الآن، خلاص مبروك، دير بالك. وين شريته؟ اوكي، النفط. طيب سي خلف، النفط انا عملت فيديو على النفط سيداتي وسادتي، انصحكم تشوفوه، ولا عملنا اناليسس على النفط مع اوربكس. اوكي، لو سمحت خلي شوفه هون، يوم امس الاسبوع اللي فات، هون التحليل الكامل كل هذا هون. وأعتقد أن النفط راح يروح، هذا هو النفط، إلى أين ستصل أسعار النفط الأسبوع اللي فات، وكله هون. وأعتقد أن النفط سيداتي وسادتي بده ينزل إلى 48 ولا 47. بدك تعرف ليش؟ كله شوفوا كل تشارت هنا، كل إشي مكتوب هون، كل إشي مكتوب هون باللغة العربية. عامل الإنتاج الأمريكي الأكثر أهمية، عامل الإنتاج الأمريكي، عامل الطلب وتمركز عقود المضاربين وفنيات سعر النفط، كل إشي هون بالباء والتاء. أوكي، كله هون. خلاصة الكلام، رايح ل 90 ولا رايح ل 40؟ أعتقد رايح إلى 47 إن شاء الله. أوكي، any book you recommend book to improve my trading I'm reading your woman. تسلم يا سيد حسام. شوف، أعتقد إنه أي كتاب اللي يستحسن، بس إذا بتتكلم إنجليزي وما عليك تتكلم، بس اعمل هنا ادخل في النيوزلتر وشارك في النيوزلتر مجانية، في عدة كتب في التحليل الفني technical analysis، في هناك كتب ما بقدر أعطيك لأنه نسيت اللي، بس
في هناك كتب على التحليل الفني، الكلاسيك تكنيكال اناليسيس منيحه من ميرفي. اذا انت مبتدئ، stockcharts.com، هذه stockcharts.com، اذا بتروحوا هنا هذا تدخلوا في السكشن المجانيه، بتروحوا على تشارت سكول. اوكي، هذا في عندك كثير اشياء رائعه، تشارت اناليسيس، انصحكم تدخلوا في الكلاسيكال تكنيكال اناليسيس والفورميشنز تشارت اناليسيس. يعني شو بدكم اياني؟ بدكم اياني اعمل لكم كورسات واعمل ابيعها ب 500 زي الناس عم بتخصصوا في بيع الكورسات؟ يا ريت كان عندي وقت، بس هذا طريقه رائعه انه بتبداوا فيها. هل لديك كتاب العربي؟ سيد خلف، ما احنا تكلمنا على هذا الاشي بمصر، تتذكر في واحد اللي ترجم كتابي باللغة العربية بطريقة غير شرعية، قلت له مبروك عليك وروح والله معك، وحطه فمكتوب بالبي دي اف، اكيد بتلقاه. 133.14 I have an account. فتح حساب اشترى الباوند 133.14 and the account still open. I bought 5 contract. طيب السيد ابراهيم، اذا انت شريت الباوند على الدولار و33، اكيد عم بضربوك يوميا بالسواب، صح؟ هذه صعبة صعبة صعبة. فإذا أنت خسران الآن، إيش بصير؟ إيش بتسوي؟ إيش بتسوي؟ لازم تشتري الذهب يا عزيزي، لازم تشتري الذهب. أي واحد اللي خاسر ولا رابح الآن لازم يصغر، لازم يكسر الخسارة، من شان لازم يشتري الذهب. أعطيت لكم المبررات كلها، تشتروا الذهب ولا تشتروا الفضة. المشكلة إنه الفضة معظمكم يمكن تعملوا مصاري يوم يومين ثلاثة أيام، بس ما عندكم قوة البقاء، لأن الفضة بده مارجن كبير. هذا العلم رائع، وكما قلت لكم في بداية هذا البرنامج، 1400 شو قلنا؟ الذهب حتى إذا ينزل إلى 1370 لسه راح يكون جيد للشراء. أوكي، هذا هو. هل راح ينزل؟ يمكن، لا اعتقد، ان فينا نشوف ألف. هل في هناك احتمال من هنا الى الشهرين الجايين راح نشوف 1380؟ نعم، احتمال 60%. هل هذا يعني نهايه مسلسل الذهب؟ لا، لانه بده استراحه، 1 2 3 4 5 5 اسابيع على التوالي، 6 7 8. اوكي، ولكن شوفوا كيف، شوفوا الاسبوعي، شوفوا هذا الاغلاق، شوفوا الإغلاق 1416، شايفين الخط هذا؟ الإغلاق الأسبوعي، الإغلاق يساوي الافتتاح، يساوي تقريبا القاع ولا الإغلاق يساوي. فال 1416 صار كثير كثير مهم، لكن حتى إذا نشوف كسر داخلي لا أعتقد إنه راح نشوف تحت 1402 403 بس. لكن أهم دعم لي أنا الآن اللي هو 1390، ولكن الآن السوق سيداتي وسارتي، من أهم الأشياء في هذه الندوة اللي هي كما يلي، اسمعوني منيح. إذا نرى ردة فعل سلبية في الذهب ينزل إلى 1419 في هذا الشارت، هذه لا تعني أي شيء. للأسف معظمكم عم بتداولوا ما بعرف 5000 7000 10000 دولار، وعم بيدخلوا الى 100 الى 1. اي هبوط من 1431 الى 1425 يساوي كتير كتير. المشكله الشارت ما جيب سيرتك، ما الى دخل وين حسابك وين الستوب تاعك. السوق يمكن ينزل من هون لهون وهذا لا يعني الشيء، فانت لا تدع هذه الاشياء. لا اريد ان اقول تافهه، لانه تغيير سعري تغيير سعري، لا اريد ان اقول انه لا تجعل التحرك الضروري الضروري الميكانيكي يطيرك من السوق. اوكي، اذا في هنا دعم اللي اسمه دعم، يعني بالمعنى اللغه العربيه، فيك تعمل هذا، فيك تعمل هذا، فيك. ولكن انا قلت 1402 كثير مهم، وبعده 1386، 1402 كثير مهم. فاي هبوط، اذا تدخل في الاربع ساعات، اي هبوط في الذهب الى 1425 24 يمكن تشتريه، بس تشتريه بطريقة صغيرة. يعني صغيرة، إذا أنت بتتعود تدخل بالسوق بلوت، ما تدخل باللوت، تدخل بربع. فهمت؟ السيد إبراهيم يعني بتسألني إذا بيك تشتري 5 عقود، ما بعرف إذا أنت حسابك 100 ألف ولا 200 ألف ولا 5 آلاف.
كل هذا يعني اذا انت ما بتستعمل اكثر من 20 ولا 30% من محفظتك، اتفضل. اوكي، ممكن مع الخبر ينزل مع الذهب، نعم ممكن، هذا هو اللي قلته الان. طيب ايش في اشياء ثانيه؟ يعني في سيداتي وسادتي، من المؤشرات الداكس فيه فائده للبيع. اوكي، اليورو بالصعب ان الواحد يشتري، يعني يبيع ولا يبيع اليورو، لانه انا اعطيت لكم اليورو يحاول ان يبعث اشاره مهمه للسوق، والاشاره انه الاشاره اللي قلناها على الار اس اي، شوف همت يصل هون يطلع، يصل هون يطلع، يصل هون يطلع، يصل هون يطلع في القاع، وهذا الار اس اي بده يرتفع. فسيداتي وسادتي، في هناك عده من الخيارات. السؤال انه اذا انت شريت اليورو الان، وين اين يصح بدايه جني الارباح؟ اول شيء اللي بقول لك اياه، تعمل هيك، تعمل هيك، تعمل هيك. اول هدف، ولا اول بدون تفكير زياده عن اللزوم، اول هدف ولا جني الارباح سيداتي وسادتي هنا 11.80، يعني 11.90، 11.80 هنا. اوكي، لا 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 اريد انا، وبعدين يعني 11.90، 12.17، 12.18، لكن هذا الهدف، هذا الدعم السابق اعتقد انه 12.9. يعني اذا انت ساري على 11.50 اشتري، بس ما تكتر كثير لانه دير بالك. ويمكن اذا انت بتحب تلعب استراتيجيه، بتستنى بيعملوا 25، يعملوا 25، وبعدين ايش بتسوي؟ اذا ينزل السوق اشتري، اذا يطلع السوق، هلا في هناك احتمال انه، خلينا نشوف انه السوق طلع، انه طلع بعد 25، يعني اليورو، خلينا نشوف اذا الدولار ينزل على الرغم من انه عملوا 25 لعده اسباب، بنسى السبب انه في هناك كان بدهم 50، ولا في اكثر من واحد كان بدهم 50. اذا السوق يطلع الى الذهب، اذا اليورو يطلع الى 11.80، وانت بتقول والله صار كثير غالي اشتريه، ايش بتسوي؟ بتقدر تشتري 70 على 80، بس بعدين دير بالك على 90، وفيك تعمل الشورت سيل، لكن اصغر من شراء على 12، على 12 11. ولكن يمكن انك تستعمل ثقه اكثر اذا هذا الذهب، اذا الذهب ينط ويروح من 1430، خلينا نقول بعد القرار ينزل يروح الى 1445، وتقول خليني اشتريه، اعتقد انه تقدر تشتريه، لكن بحجم اصغر مما انت متعود، لانه اعتقد انه السوق مستعد يعمل 1465، 1465 يوم غد. شكرا لكم، فهمت علي؟ وبارك الله فيهم، وبارك الله فيكم. وتكلمنا على الداكس. السيد مصطفى، هل جاوبت كل أسئلتك ولا لا؟ Please check my above remark. لا، بكفي ريماركات، بس بكفي ملاحظات، ما عندنا وقت. أعطينا سؤال، هل عندك سؤال؟ السيد مصطفى عندك سؤال؟ Closing. أوكي. الداو، شوف، هذا يعتمد انت سويت مصاري فيها ولا ما سويت يا مصطفى، استفدت شوي كلمه كلمتين ولا قرش قرشين ولا ما استفدت؟ I did. حلو، طيب شوف، لانه احنا عاملين، شوف احنا لما دخلنا، لو سمحتم بس اسمعوا هنا، احنا لما دخلنا في الداو، في بيع الداو، لما دخلنا في بيع الداو في 16 يوليو من حوالي أسبوعين، قلنا شو قلنا؟ شو قلنا؟ قلنا تستهدف الصفقة 26900. وين دخلنا احنا؟ دخلنا على 27300. تستقطب صفقة 26900 أثناء الأسبوعين المتبقية قبل اللقاء الفيدرالي في يوم 31، يعني إن شاء الله بالضبط، يعني بالسانتي بالميلي، من حوالي أسبوعين تستهدف الصفقة 26900. بدينا نكتب لما كان 27300 من حوالي أسبوعين، قلنا أسبوعين المتبقية قبل نموذج الرأس والكتفين على مؤشر الأسواق الناشئة الـ EEM Exchange Emerging Markets. ها ها، Emerging
استعملت هذا للمبرر لبيع هذا. نموذج الرأس والكتفين على مؤشر الأسواق الناشئة المخطط الثاني يفتح المجال بهبوط مؤقت في البورصات. إيش سوى الـ EEM؟ خلينا نشوف إيش سوى الـ EEM. رحتوا ولا لساتكم هون؟ العدد نقص، الناس سمعوني قلت مع السلامة كلهم راحوا فلوا. أولويات يا عم، مسألة أولويات والله. شايف كيف؟ هذا لما بدينا الاكسشينج ريت هو للاسواق الناشئه، عنده حساسيه كثير هذا مع الاسواق. ف هذا اللي تكلم عليه هنا من حوالي اسبوعين، شايف الكتفين والراس كان على 42، الان وينه؟ 42 28، كسر العنق وانا متفكر انه راح يروح ل 41. ما هو كثير، ما هو فرق كبير يعني بالاي ام، بس ما يهم، هذا يستعمل كمؤشر. قلنا انه هذا يقول لك، بس السؤال انت لازم تكون دخلت على 27 او 23، مش تجيني اليوم تقول لي والله الان على 27 خليني ابيع. كنت لازم تشوف هذا، هاي خدمه المشتركين، لازم تدفع مصاري مشان تحط على الاشياء هاي. هاي الاشياء لو سمحت للاسف ما بتيجي مجانا، اوكي؟ لانه ما في واحد بالعالم العربي ولا الانجليزي ولا الفرنسي ولا اللي بدك اياه يعطيك تحليلات بالعربي وبالانجليزي ويبعتها على اس ام اس، اوكي؟ وطبعا احنا خاسرين، عملنا خساره، بس الحمد لله عاملين ارباح اكثر من خساره، بس هذا موضوع ليوم ثاني. فهمت علي؟ وبنعطيك فيديو بالعربي والانجليزي وبالصيني وبالاسباني وبكله. فهمت علي؟ فخلاصه الكلام انه السوق بكرة لا تدخل في الفخ. أعتقد أنه إذا السوق راح يروح إلى 27 ألف ولا حتى 26 ألف و900 اجني الأرباح، وإذا أنت داخل هون على 27 ألف 27 ألف و200 هل يصح البيع الآن؟ يمكن، بس ما بتتحمس لي أكثر لما تروح على 27 ألف وتبيع أكثر، ولكن بيع لك شوي من هون وبيع لك شوي داكس كما تكلمنا لمدة ربع ساعة في الداكس على حسب ما قلناه. سيد أحمد، طيب بس ابعث لنا إيميل ونراجع الأشياء هاي اللي قلتنا عليه، أوكي؟ my question is if we closing Dow cause might reverse why we are still selling in my... قلت لي إذا أنت بتقول لا تبيعوا كتير ولا لا تطولوا كتير في بيع الداو بينما تقول بيع الداكس، ليش؟ وقلت انه ليش طالما انه بتحركوا بنفس الدايركشن. سؤال جيد سيد مصطفى، راح ناخذ السؤال الحلو هذا كاخر سؤال. ليش؟ لانه على الرغم من انه المؤشرات يتحرك يعني بتحركوا بنفس الاتجاه ليس بنفس النسبه، فهمت؟ ولذلك واعتقد انه في هناك مور داون سايد، مور هبوط للداكس كما قلنا 12000 اوكي وحتى 11900 من ما هو في الداو، اوكي؟ شكرا لكم وبارك الله فيكم. واذا الواحد بده اي اسئله ولا اي اسئله على الخدمه كله هون باللغه العربيه البريميوم وكونتاكت اس، بتروحوا هنا اباوت اشرف العايدي تحطوا في كونتاكت اس، يا بتتكلموا معي في تويتر ولا اللي بدكم اياه ولا كونتاكت هون. شكرا لكم، بارك الله فيكم وبالتوفيق.